ممارسات أردوغان تجاوزت كل المسموح به دوليا، ولم يحظى رئيس دولة في العالم بكل هذا القدر من الإدانات ومنع محاولة منع تصرفاته الهوجاء مثلما حظي حقيقة أردوغان. ولكن دعنا نؤكد أن كل الإدانات الدولية وكل الرفض الدولي وعدم الاعتراف بكل إجراءات أحادية الجانب التي يقوم بها أردوغان سواء في فاروشة أو في غيرها من المناطق لن توضع موضع التنفيذ، ولن يكون لها الأثر البالغ ما لم يكن هناك إجراءات عقابية على الأرض، سواء عقوبات مجلس الأمن أو التهديد حتى باستخدام الفصل السابع لمنع أردوغان من مد ذراعي العسكري إلى مناطق المفترض أنها تخضع لقوانين وأعراف ليست وليدة اللحظة وإنما منذ ما يقارب النصف قرن. ولكن عدم وجود يد قوية تمنع أردوغان من هذا الطيش تجعله يتمادى ليس فقط في منطقتنا العربية وإنما أيضا في منطقة المفروض أنها تحظى برعاية أممية وهي منطقة أستاذ محمود. هناك سعي قبرصي يوناني لنقل الملف إلى مجلس الأمن، هل مجلس الأمن سيستطيع فعل ما عجزت عنه الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية؟ كما قلت لك الأمر متوقف على الإرادة الدولية، هل توجد إرادة دولية وخاصة أمريكية لمعاقبة أردوغان أم أن ما يفعله أردوغان هو مكافأة له على ما يقدمه من خدمات للناتو وما عرضه من خدمات سواء في مناطق الشرق الأوسط أو حتى في الأزمة الأخيرة في أفغانستان من أنه سيقوم بملء الفراغ الأمريكي عندما تنسحب. هذا يتوقف فقط على الإرادة الأمريكية إذا كانت متوفرة لمعاقبة أردوغان من عدمه. أستاذ محمود، هذه التصريحات من قبل النظام التركي بإقامة دولة في شمال قبرص، هل هي جدية أم أنها لكسب المصالح مع الولايات المتحدة وكما ذكرت ملء الفراغ في أفغانستان وباقي منطقة الشرق الأوسط؟ أردوغان يسعى لتحقيق أي انتصار في أي منطقة من العالم لأنه مني بهزائم كثيرة جدا خاصة في منطقتنا العربية سواء في ليبيا أو سوريا أو حتى في اليمن، وما يدعيه أردوغان من انتصارات هي بالفعل انتصارات وهمية وسوف تنتهي إن عاجلا أو آجلا. لذلك هو يريد أن يحقق أي انتصار حقيقي يؤكد به للداخل التركي أنه قادر على فعل شيء، ويؤكد به للحلفاء الذين يحاول ملء فراغ انسحاباتهم من مناطق مختلفة أنه قادر على التواجد وأن زراعه العسكرية طويلة بما يكفي. شكرا جزيلا مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط محمود الشناوي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا.